السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ريفيو الأستاذ ثالثة ابتدائي مادة الحساب، تمام. وطبعا الإصدار بتاعنا هو إصدار 2024، السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. الكتاب يا جماعة عامل حوالي 335 صفحة، وهنشوفه من جوه عامل إزاي وكمان سعره إيه. أول حاجة ما نفتح طبعا دي المحتويات اهيت، هو عبارة عن 6 فصول. طبعا انا شايفة ان الورقة خفيفة قوي بتاعته بصراحة ربنا. اول حاجة الفصل الاولاني هو تاخد لنا الانماط كلها، وهنا انا اسفة ان هو جايب المحتويات. اول حاجة الانماط، التمثيل البياني، التمثيل بالنقاط، والفصل الثاني الالاف وعشرات الالاف ومئات الالاف، وجايب المصفوفات ومفهوم الضرب وخاصية الابدال في الضرب. الفصل اللي بعده جايب مسائل كلامية والمضاعفات وعوامل العد والوقت ومفهوم القسمة وتطبيقات كمان على القسمة، جايب المضلعات وخواص الأشكال والمستطيل متساوي المساحة ومساحة بتقسيم المصفوفات ومحيط المضلعات وكمان إنشاء مستطيلات مختلفة المساحة، وجايب بعد كده أنماط الضرب ومضاعفات العدد 10 واستراتيجيات الضرب في 9، المقارنة والترتيب واستراتيجيات الجمع واستراتيجيات الطرح. اول حاجة انا شفتها في الكتاب طبعا هو تمارينه كتير جدا ما شاء الله، ومنظم ومرتب، ولكن الورق انا شايفة ان هو غامق جدا جدا. ده كمان انا حاسة كمان ان يعني الورقة خفيفة شوية. دي اول حاجة. الجزء بتاع الانماط اهوت والتمثيل البياني بالنقاط اهو. طبعا انا بمشي يا جماعة بجري شوية. هنا استخدام القياس وادوات القياس والتدريبات عليها اهي. الفصل اللي بعده المصفوفات والعد بالمصفوفات، ده الشرح يا جماعة. وبعدين بيديني على طول التدريبات كما هو موضح اهو. الانشطة تمام، عشرات الالاف ومئات الالاف، والقيمة المكانية والقيمة العددية تمام، واكبر واصغر، والترتيبات والمقارنات والاعداد ومقارنات الاعداد، وانشاء مصفوفة، انشاء مصفوفة، وخاصية الابدال في الضرب. دخلت كده فيه اهوت. وهنا التدريبات عليه. تقييم الفصل الثاني، مسائل كلامية الضرب ومسائل كلامية كتير عليه طبعا. كل ده الضرب والابدال في الضرب يا جماعة اهوت ما شاء الله. طبعا هو الكتاب كمادة علمية وكالتمارين ما شاء الله ممتاز جدا. عوامل العد، وهنا معرفة الوقت وتدريبات على الساعة والقسمة. كتاب يا جماعة عامل 335 صفحة، اللي في الاخر بس في مجرد اجابات، ولكن الباقي كله عبارة عن امتحانات تراكمية. الشرح زي ما احنا شايفين الشرح ما بيتعداش الصفحة الواحدة، والتمارين كتير جدا. ده منهج تالتة ابتدائي، كتاب الاستاذ اعداد استاذ محمد نصر الدين، وهو صاحب كتاب بني في الماس اهو. استراتيجية القيمة المكانية، وبكده يعني مش عايزة اكتر عليكم. الكتاب هو ده في الاخر الجزء بتاع الاجابات. الكتاب عامل 110 جنيه. كنت اتمنى بس تكون الخامة احسن من كده، لان الكتاب يعني جايز مش ظاهر شوية في الكاميرا، بس هو نفس خامة مثلا سلاح التلميذ، بس يعني الورقة مش عجباني شوية. وبس يعني المادة العلمية ممتازة جدا جدا. شكرا ليكم، تابعوني هنزل لكم كل جديد ان شاء الله.